لا الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم وصفتنا عدس زي ما طلب معانا متابع، فحبيت أعمل له العدس. إحنا العدس بنعمله بطريقتين بالصلصة، يعني عدس أحمر ومرات بنعمله عدس أصفر. فالوصفة اللي إحنا بنحبها دايما هو العدس الأصفر، فحبيت أبدأ لكم بالعدس الأصفر. مبدئيا بحتاج لبصل وكمان عدس زي 3 أكواب عدس، نغسله كويس وننقعه زي نص ساعة. البصل هشوحه في شوية زيت، يعني ما هحمره بس هقلبه وهنزل عليه بالعدس. هفضل أقلب العدس والبصل مسافة زي 3 دقايق، بعدين هكون مجهزة موية، لكن الموية تكون سخنة. الموية اللي هننزل بيها في العدس ما تكون موية باردة، موية سخنة بس. بعد ده ما هزيد عليه ولا شيء، هخليه مسافة طويلة في النار زي 10 دقايق أو أكتر من 10 دقايق، وما حقفله. لو قفلنا العدس لما نقفله من البداية بيعمل يعني بيفور وبوسخ الدنيا، هخليه مفتوح. وبعدين هيتلم معايا الأبيض، الرغوة الأولى هطلعه نظيف. بعد ده هحس إنه الموية خلاص بدت تقل من العدس، هزيد شوية موية وحقفله. بعد ما يفور وبعد ما أطلع البياض، بعد ده هقفله وما هخلطه، هخليه مسافة طويلة في النار عشان العدس لما يتخلط بالخلاط طعمه الأصلي بيروح. فعشان كده هقفله واخليه براهو هيتهرس. البهارات خالص ما بنكتر فيه، بزيد بس كزبرة، ولو حابين ممكن فلفل اسود وحبة او نص حبة من مرقة الماجي وشوية ملح وخلاص. تاني هقفله، العدس بيبقى يعني تقيل، عفوا تقيل، وبتهرس براهو من غير خلاط. في ناس بيقولوا لي انتي بتكذبي، لازم العدس لازم ما ما, ما لازم يتهرس بالطريقة اللي وريتكم. براهو العدس بتهرس، نوطي النار ونخليه. بعد ده اخر شيء بنعمل له قدحة ثوم، كمية حلوة من الثوم بنقدحه في زيت بننزل عليه في العدس وبس. الطريقة دي طريقة مختصرة وسهلة وبسيطة. وهنا حبيت اوريكم انه العدس من غير ما اخلطه بقى تقيل وكأنه مهروس. هنا الطعم الاصلي بتاع العدس ما بيروح، لكن بالخلاط الطعم بيروح وبيبقى خفيف وما ظريف. يعني هنا الثوم اخذ قدحته، الريحة جميل جدا. بعد ده هنزل عليه في العدس وبس. البهارات زي ما وريتكم، شوية من الفلفل الأسود وشوية كزبرة وهو قدحة الثوم والملح وشوية من مرقة الماجي وخلاص انتهينا. وطبعا ده احنا دايما دايما العدس بنحب نعمله فتة، يعني بنجيب الخبز الصمون وبنفت به العدس. رهيب رهيب يعني جماعة، ما حد يتخيل. الطريقة بسيطة والبهارات بسيطة، لكن العدس بالطريقة دي خرافي. يعني نحنا من واحنا صغار أمي بتعمل لنا بالطريقة دي. الطريقة الثانية برضو اللي هو بيطلع معانا مسبك بالصلصة والطماطم، ان شاء الله في فيديو قريب هنزل لكم الطريقة الثانية. بس دي الطريقة السهلة والسريعة وكمان طعم لذيذ جدا. بتمنى انكم تجربوها وتكتبوا لنا في الكومنتات طريقتكم عشان برضو نستفيد منكم. وطبعا لازم معاه شطة بس.